رجعنا لكم تاني مستمعينا، مكملين معاكم حلقتنا من برنامج في العرضة. لسه مشرفنا ضيفنا العزيز الاستاذ خالد طلعت الناقد الرياضي، ويمكن اتكلمنا في الفقرة اللي فاتت عن انتخابات اتحاد الكرة، لكن قلنا في اخر الفقرة ان احنا اصلا مش مطمنين على الكرة في مصر في الفترة الجاية عشان نتكلم عن انتخابات اتحادها. يعني اسالك بقى، ايه اللي قلقك؟ يعني انا عارف ان يمكن في بعض المخاوف كده موجوده عندك بالنسبه لاستكمال الدوري او رجوعه، قولنا عليه. هو طبعا رسميا المفترض ان بكره الاربعاء ان شاء الله ظهرا هتقام قرعه بطوله الدوري الممتاز للموسم الجديد في اتحاد الكوره. نعم. يوم السبت المفروض هينطلق الموسم بلقاء الاهلي وانبي في كاس السوبر. طبعا الاهلي بطل الدوري السابق الاخير وانبي بطل كاس مصر. مبدئيا خلينا قبل ما نتكلم عن عوده الدوري نتكلم ان في مشكله طبعا في لقاء السوبر، ان في مشكله على الشركات الراعيه. نعم. للشركه الراعيه لاتحاد الكوره غير الشركه الراعيه للنادي الاهلي، وكل شركه منهم متمسكه بان الاهلي يرتدي الشعار بتاعها على التيشيرت. دي أزمة كبيرة جدا. يمكن مجلس إدارة الأهلي مجتمع أو هيجتمع حاليا عشان يدرسوا الموضوع ده. في تكهنات وارد إن الأهلي ينسحب من المباراة بسبب ضغوط الشركة الراعية من ناحية، وبسبب ضغوط جماهيره من ناحية تانية، وده اللي هنتكلم عليه بعد شوية. طبعا في حالة انسحاب النادي الأهلي أعتقد اللائحة بتقول إن الزمالك هو اللي هيصعد يلعب المباراة أمام إنبي، طبعا مباراة السوبر باعتباره كان تاني الدوري وأيضا تاني كأس مصر. الدوري الكامل. الدوري الكامل، آخر دوري كامل بالظبط. طبعا هو ده اللي بيتلعب، فبالتالي ممكن وارد جدا ان يكون لقاء السوبر بين الزمالك وانبي، ده في حاله انسحاب الاهلي رسميا او اعتذاره عن المشاركه في كاس السوبر. بالنسبه للمخاوف بقى، زي ما انت قلت طبعا، يمكن امبارح تحديدا رابطه التراس اهلاوي اصدروا بيان شديد اللهجه وبيان عنيف جدا، ويمكن ابدوا في اعتراضهم بشكل كبير على عوده الدوري، وقالوا ان هم مصرين ان الدوري ما يقعدش غير اما ياخذوا حق الشهداء طبعا اللي ماتوا مش من جمهور الاهلي في مذبحه بورسعيد، وقالوا ان القصاص اولا قبل عوده النشاط الرياضي في الدوري الممتاز، وهددوا في حاله عوده الدوري ان هيكون لهم رد فعل عنيف جدا ومش هيسمحوا بان الدوري يعود قبل القصاص طبعا للشهداء. ده كان بيان عنيف وشديد اللهجه من التراس اهلاوي، وبيثير طبعا التخوفات بشكل كبير جدا. اللي هي الحدوته دي وصلت لفين؟ والله القضيه ما زالت طبعا شغاله، ويمكن اخر حاجه للاسف الشديد يمكن المحامي بتاع الجاني او الاكثر من جاني طبعا يمكن طلب رد المحكمه، يمكن هو حس ان اتجاه المحكمه هيجي ضد يمكن الموكلين بتوعه وان هيكون في احكام قاسيه جدا على الجناه، فبالتالي طلب رد المحكمه. لسه بينظر طبعا في قرار الرد، خلال ايام هيبان. لو حصل رد المحكمه اعتقد هتبقى الامور صعبه جدا، وهتبتدي تتعاد القضيه تاني من الاول خالص، من اولها هتاخد وقت اطول، هندخل الامور في متاهه كبيره جدا. انا احييك على ردك الحقيقه على السؤال ده، يعني يمكن طبعا الاجابه مش مجهوله بالنسبه لي، انا كنت بسال عشان مش عارف، لكن انا الحقيقه كان ليه رد تاني. يعني انا شخصيا حاسس ان 7 شهور و74 ماتوا ما تجيبش حقهم ايا كان بقى، يعني مش قصتي دلوقتي الاجراءات القانونيه اللي حصلت، لكن انا شايف من وجهه نظري يعني، ويمكن مش المفروض ان ادخل رايي قوي دلوقتي، ولكن في قضيه زي دي حرام، يعني حرام اهالي الشهداء وحرام الناس اللي راحت ورجعت يعني متشاله ان حقها ما يرجعش لحد اللحظه دي بعد 7 شهور ايا كانت بقى ايه الاسباب ايه التداعيات. مش عارف يعني، انا من وجهه نظري يعني معرفش، ما اقدرش اقول غير حرام. المفروض طبعا يبقى في سرعه اكتر من كده في اتخاذ الاحكام طبعا عشان الناس تهدى. احنا للاسف الشديد يعني القضاء المصري عندنا بنحترمه وقضاء نزيه وكل حاجه، لكن العيب اللي موجود اللي فيه ان هو البطء في اتخاذ الاحكام. طبعا القضايا بتاخد وقت طويل جدا، حتى لو اي قضيه لو انا وانت اتخانقنا دلوقتي ورحنا عملنا قضيه هتاخد لها 2-3 سنين حتى لو حاجه بسيطه. للاسف الشديد ده عيب عندنا، لازم يكون في سرعه شويه في اتخاذ الاحكام. اعتقد حتى دي قضيه راي عام وتهم ناس كتير جدا، كان يجب ان يتخذ فيها برضه حالات استثنائية زي ما شفنا مثلا في قضية مبارك. طبعا كان في احكام يعني جلسات يومية، نتمنى برضو لو يبقى في جلسات يومية عشان القضية تخلص بسرعة والناس تهدى وكل واحد كان ياخد حقه. الحكم كان جميل. نعم الحكم كان جميل قوي في الاخر في القضية دي. كمل يعني. لا نعلق طبعا على احكام القضاء بالظبط، احنا بنتكلم على عنصر الوقت بس، يعني عايزين يبقى فيها سرعه اكتر من كده لان الامور صعبه، وزي ما انت شايف بقول لك الالترس عندهم مشاكل كبيره جدا وبيهددوا. انا لو هتكلم بقى على رايي الشخصي تحديدا، انا رايي الشخصي ان انا شايف ان الدوري المفروض او بدايه الموسم النشاط الكروي يؤجل لحين اجراء انتخابات اتحاد الكوره. انا شايف ان دي نقطه مهمه جدا، انتخابات اتحاد الكوره تقريبا يوم 10 اكتوبر خلاص، يعني بنتكلم بدايه الشهر المقبل. مش هتفرق ان احنا بقى واقفين بقى لنا 7 شهور، مش هتفرق على شهر كمان، بس على الاقل حتى من الناحيه النفسيه هيكون اتحاد كره جديد، وجوه جديده على الاقل ما كانتش موجوده في الاتحاد السابق. هتحل مشكله الالتراس ازاي؟ يعني هتحل مشكله البيانات الالتراس عمالين يصدروها، ما تقدرش تلومهم، بس هتحلهم، هتحل مشكلتهم. هتحلهم ان هم على الاقل
هيبقى في عامل نفسي هيهدوا شويه. انت دلوقتي بتتكلم ان اتحاد الكره الموجود اللي بيدير رغم ان احنا برضو شلنا سمير زاهر لكن جبنا الناس اللي كانوا موجودين معايا زي بالظبط ما حصل يعني في بنشبه بالسياسه لازم نتكلم في السياسه زي ما حسني مبارك مشي وجه المجلس العسكري كان موجود كان ضمن حسين طنطاوي هو وزير الدفاع فهد مبارك وبيمشي بنفس السياسات لغايه ما حصلت انتخابات وجه رئيس جديد دكتور محمد مرسي بدانا نحس ان في تغيير شويه. هو ده بالظبط الحال في اتحاد الكوره ان انت مشيت سمير زاهر ومجدي عبد الغني لكن سبت عامر حسين اللي كان موجود رئيس لجنه المسابقات في اتحاد الكوره بيدير سبت عمر صالح اللي كان موجود بيدير سبت عزم الجاهد اللي كان مدير اداره الاعلام موجود فبالتالي نفس الوجوه الموجوده وماشيين بنفس السياسات. ويعني بيقال برضو زي ما كان بيقال ان ممكن يكون مبارك بيدير من خلف الستار هو حاليا برضو سمير زاهر بيتدخل هاني ابو ريده بيتدخل يعني يمكن سمير زاهر في للاسف في الفتره الاخيره طبعا صحته عنده مشاكل صحيه نتمنى له الشفاء طبعا رغم ان الواحد طبعا كان مختلف معاه في حاجات كتيره لكن طبعا ما ينفعش ان احنا نتمنى ربنا يشفيه يا رب ان شاء الله ويقوم بالسلامه. لكن في كلام عن تدخلات هاني ابو ريده في مواضيع كتيره جدا ابرزها طبعا قضيه الاهلي والمصري. انا بقول لك ما هو حاسين ان هو كان موجود في الاتحاد السابق كان نائب رئيس اتحاد وحاسين برضه بنسبه اكتر تزيد عن 90% ان هو اللي هيبقى الرئيس المقبل او الرئيس القادم لاتحاد الكوره فبالتالي برضه بيتدخل في حاجات كتير جدا لان اللي موجودين حاليا مش في ايديهم قرارات. فبالتالي انا بقول لك رايي الشخصي لو انتظرنا الشهر ده لغايه ما اتحاد الكوره يتغير الامور هتكون اهدى شويه هنحس بالتغيير ما يبقاش نفس اتحاد الكوره او نفس الرجال يعني اللي كانوا موجودين. لو انتخابات اتحاد الكوره تمت الالتراس ممكن يهدوا شويه ويعني اعتقد من ضمن النقط برضه اللي كتبوها في البيان اشاروا ان رجال اتحاد الكوره موجودين هم اللي كانوا موجودين في عهد طب ما يعني ممكن برضه بعد انتخابهم يبقى هم يعني ما يعني لسه بتقول اهو احنا دلوقتي يعني القايمه اللي موجوده هاني ابو ريده كان موجود مع سمير زاهر في 2008 شوبير كان موجود مع سمير زاهر في 2005 مجاهد كان يعني رئيس لجنه شؤون اللاعبين في الاخر صحر الهواري كانت موجوده مع سمير زاهر في حاجه من الحاجات كرم الكردي كان موجود في 2008 في مين تاني عصام عبد الفتاح الوحيد اللي جديد يعني تقريبا عصام عبد الفتاح الوحيد اللي ممكن يكون وجه جديد فايه اللي ممكن يهدي الالتراس ده كان هم شايفين نفس الوجوه اللي معظمها ما دفعش عنهم وما جابلهمش حقهم واللي ما كانش موجود كان موجود في الاعلام الحقيقه وبرده ما دفعش عنهم وما جابلهمش حقهم ما هو للاسف احنا بندور في بوتقه واحده طبعا هم نفس الوجوه اللي موجوده للاسف الشديد زي ما قلت لك لكن على بقول لك الامور حتى هتكون يعني مش نفس الاتحاد مش نفس الناس يعني مثلا عزمي مجاهد خرج بتصريحات برضو كتيره اثارت جمهور الالتراس في بعض الاحيان تتوقع ان هم ممكن يغيروا عزمي مجاهد وانور صالح وعارف اعتقد بشكل بنسبه كبيره جدا هيتم تغيير لمعظم الموظفين اللي موجودين في اتحاد الكوره بنسبه كبيره جدا لان هم اكيد حاسين بالشعب وحاسين بالناس وحاسين ان الناس دول ما نجحوش في الفتره بتاعتهم يعني حتى مثلا واحد زي احمد شوبير نفسه كان موجود كاعلامي كان دايم الاعتراض على عزمي مجاهد ودايم الاعتراض على قرارات عزمي مجاهد وعلى تصريحاته فما اعتقدش ان هو ما يمسك اتحاد الكره ويكون نائب رئيس انه يخلي عزمي مجاهد حتى يعني مصداقيته قدام الناس هتبقى مش مظبوطه طبعا فاعتقد هيكون في تغيير شامل وتغيير كبير للناس الموجودين وارد يخش برضه عضو او اثنين او ثلاثه وجوه جديده تكون الامور اهدى شويه فخلينا يعني ننتظر ونستنى يكون اتحاد منتخب زي بالظبط بقول لك يعني لازم نشبهها بالسياسه في حد دعا لده يعني في حد دعا لان الدوري اجل شويه لغايه ما انتخل. يعني في دعوه اتعملت في لا انا مش ناسي بصراحه بس انا بقول لك انا ده راي شخصي يمكن انا بطرحه حتى من خلالك دلوقتي ونتمنى ان هو يجد صدى لدى يعني لدى المسؤولين طبعا لدى حتى وزير الرياضه الاستاذ العمري فاروق طبعا لان بقول لك نقطه مهمه جدا انت بتبتدي دوري في بلجنه معقده بتدير اتحاد الكوره الامور هتبقى صعبه يعني حتى لا قدر الله حصل مشكله حصل ازمه جمهور حاول يدخل هتبقى اللجنه حتى عارفه ان قدامها شهر وماشيه ما تقدرش تاخد قرارات قويه غير لما يكون اتحاد كره منتخب جاي الجمعيه العموميه قاعد اربع سنين بالظبط بقول لك نفس التشبيه بالسياسه يعني لما كان موجود المجلس العسكري كان بيدير الامور لكن مش دي شغلته هو شغلته مش السياسه شغلته ان هو انه يكون موجود طبعا بيدافع عن ارض الوطن بقول لك حاجه نقطه بقول لك هسيب السياسه وهناخدها اخر خمس دقائق كده هنقول برضه لا انا بشبه بس والله يعني لا هنقول مش بتكلم سياسه لكن انا بشبه الامور لان فعلا الوجه الشبه قريب جدا هو دي لجنه مؤقته يا دوبك بتدير كده بتسير الامور فان انت تبدا دوري تاخد قرارات ويحصل مشاكل وتقدر تاخد فيها قرارات اعتقد هيكون صعب جدا فبالتالي افضل يكون في اتحاد كره منتخب ونبتدي زي ما بنقول كده نبتدي على نظافه ونبتدي على ميه بيضاء زي ما بنقول بالبلدي يكون اتحاد كره جديد ودوري جديد تبقى الامور اكثر استقرارا والجماهير تكون هاديه شويه برضه بلدنا ليها حق علينا واخر كام دقيقه برضه هنقول شويه المهم يعني ولا انت مش عايز تقول لا انا تحت امرك اي حاجه عايز تتكلم في الفن حتى انا معاك مفيش مشكله.